أولا أود أن أتقدم بالشكر إلى مجلسكم الموقر وإلى هيئة المكتب في مجلسكم الموقر وإلى اللجنة المالية وإلى لجنة الخدمات وإلى اللجنة التشريعية، لأن العمل اللي تم خلال 48 ساعة إن دل على شيء دل على الحرص اللي في مجلسكم للعمل على كل ما في صالح المواطنين، والعمل كذلك جسد التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في كل الأعمال الوطنية اللي تصب بإذن الله لتأمين المستقبل الأفضل لأبناء البحرين، وكذلك تحافظ على ما هو في صالح المواطن. ففعلا أتقدم بالشكر لكل من عمل في هذه الفترة على ذلك. هو الآن تكلم في هذا البند عن الضمان الاجتماعي، لكن الكلام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية شمل أكثر من فقط هذا البند. فلا ننسى وإحنا نتكلم الآن عن بند الضمان الاجتماعي إن كذلك كان في كلام وكان في توافقات تمت في برنامج آخر اللي هو برنامج علاوة الأسر محدودة الدخل، واللي هو برنامج أكبر بكثير من هذا البند. فبس عشان أبين اللي قاعدين نتكلم عنه، برنامج الضمان الاجتماعي اللي الآن مطروح أمامكم في هذا البند هو البرنامج اللي يشمل 16,588 مستفيد، ولكن كذلك تم التوافق على رفع برنامج علاوة أسر محدودة الدخل بنسبة 10%، وذاك البرنامج يشمل 127,000 مستفيد. فبس عشان نحط الصورة متكاملة كذلك أمام الناس. وهذا العمل كله يصب في أي اتجاه؟ يصب في اتجاه الحد من أي آثار على ذوي الدخل المحدود، وهذه جهود مشكورة لأن فعلا تصب في اتجاه رؤى سيدي صاحب الجلالة بعمل كل ما فيه الخير لصالح المواطنين وبمراعاة ذوي الدخل المحدود. لكن بس يعني حبيت أشير إلى أن العمل اللي تم والتجاوب السريع من مجلسكم الموقر الصراحة، وكذلك اللي مقابله كان في تجاوب سريع من الجهة الحكومية، كان كله مبني على الحرص على أن يتم العمل على وضع الحد لأي أثر. لكن هذا برنامج واحد من البرامج والتوافقات الثلاثة اللي تمت، فيجب أن نحطها في الصورة الأشمل، وأطلب من مجلسكم أن تعملون ذلك، لأنه هو فعلا عمل اللي تم يصب في صالح المواطنين ويصب في صالح الاستقرار لمستقبل المواطنين في مملكة البحرين. شكرا.